بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكمل الحلقة المتابعة للحلقات السابقة أو الحلقة السابقة على أساس أشرح شنو 5 جرامات. أنا قاعد أقول لكم والله زيدوا 5 جرامات، إذا شفنا الوزن ينزل بزيد وزني إلى آخر الكلام، أقول خلينا نزيد 5 جرامات. شنو 5 جرامات؟ عشان معرفة 5 جرامات من النشويات أو الدهون عبارة عن إيش؟ عبارة عن 10 حبات مثلا من المكسرات، أو نص حبة من فاكهة الأفوكادو مثلا 5 جرامات، ها؟ أو مثلا نص كوب من البازيلا، بالإضافة إلى البازيلا الخضراء طبعا، ها؟ إلى ففي هالحالة نشاهد أن انخفاض تدريجي في الوزن، في سرعة خسارة الوزن، ولأن قاعد نستعمل الحين النشويات بدينا نزيد النشويات، فبالتالي نلاحظ نفسنا أن الوزن بدأ ينزل ببطء. أما إذا شفنا أيضا الوزن قاعد ينزل أسبوع اللي عقبه، نقدر مثلا هم نزيد 5 جرامات من النشويات. فإذا الجرامات 5 جرامات راح أكون أشرح لك الحين بالتفصيل. فبالتالي أهم شيء أني أنا إذا بروح المرحلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أني أزيد في كل فترة 5 جرامات من النشوية أسبوعيا. إذا الوزن وقف أعرف أني أنا وصلت إلى الرقم، مثلا أنا والله كمية النشويات اللي أتناولها يساعدني مثلا 40 جرام، هم وزني ينزل. أما إذا أخذ 50 جرام كله مجموعة النشويات وزني يوقف. فإذا هذا وصلنا إلى المرحلة الرابعة. فالحين هم أيضا أشرح لكم الوجبات في المراحل الأخرى. شنو 5 جرام من النشويات؟ طبعا نقدر ناخذهم على هيئة أو الخضروات مثلا، نقدر ناخذهم أو على هيئة فواكه أو على هيئة الألبان أو على هيئة مثلا المكسرات والحبوب مثلا. لو قلنا 5 جرام من الفيجيتابلز أو من الخضروات، إيش عبارة عن تقريبا 104 يعني 120 جرام، يعني كوب تقريبا من السبانخ مثلا، هذا يعادل 5 جرام مثلا على سبيل المثال. أو ناخذ مثلا 5 جرام من طماطم نص مثلا أو وسط مثلا، هذا عبارة عن 5 جرام مثلا على هيئة شسمه. أو بروكلي، كوكت بروكلي أو مطبوخ البروكلي المطبوخ مثلا، لو أخذ مثلا 150 جرام من بروكلي عبارة عن 5 جرام مثلا بالنسبة حق الفيجتابل. أو مثلا أخذ لي كوليفلاور الزهرة مثلا، أيضا معدل تقريبا 150 جرام من الكوليفلاور أو من الزهرة مثلا، أو القرنبيط تقريبا 5 جرام أيضا. هذه بالنسبة حق الخضروات. أما إذا قلنا 5 جرام من الفواكه، إيش عبارة عن التوت البري مثلا، ستروبري مثلا تقريبا معدل 40-50 جرام مثلا، أو مثلا 6 حبات 7 حبات 8 حبات 10 حبات مثلا ممكن جدا من التوت البري أو أنواع التوت الموجود، أو ستروبري معدل 5 حبات من الفراولة. أو نقدر نأخذ مثلا أشياء أخرى من الفواكه اللي عبارة عن مثلا قول فاكهة التفاح مثلا على سبيل المثال، نقدر نأخذ نص التفاحة عبارة عن 5 جرام أيضا، أو نص برتقالة عبارة عن 6 جرام 7 جرام مثلا، أو مثلا أفوكادو مثلا نأخذ نص أفوكادو أيضا عبارة عن 5 جرام. إني حق الألبان ممكن أخذ لي تقريبا 150-100 جرام من الجبن مثلا عبارة عن 5 جرام، يعني مو كلهم نأخذهم 100، لا نختار أو نبي فواكه أو نبي الخضروات مثلا أو نبي الألبان، نأخذ من أي نوع اللي إحنا لنا رغبة نأخذ منه. مثلا موزاريلا مثلا أيضا نقدر نأخذ 140-150-100 جرام من موزاريلا مثلا، تخلطونه مع السلطة على سبيل المثال، هذا أيضا ممكن. أو نأخذ 3/4 كوب من كريمة أيضا مهم جدا بالنسبة للألبان. إني حق المكسرات أيضا 5 جرام يعادل إيش؟ مثلا على سبيل المثال مكاديميا، لو نأخذ 10 حبات مكاديميا عبارة عن 5 جرام
أو نأخذ مثلا الوالنوتس اللي الجوز مثلا تقريبا أخذ لي مثلا 10 أيضا 10 حبات مثلا عبارة عن 5 جرام من النشويات، فإلى آخره سان فلاور سيد أو مثلا شيء يسمونه حب شمسي مثلا نقدر نأخذ مثلا تقريبا أقول 5 كفاش مثلا أيضا يعادل 5 جرام من النشويات، أو حب شمسي أو حب قرع مثلا أيضا ممكن نأخذ 3-4 كفاش 5 كفاش أيضا هذه عادل 5 جرام. فإذا 5 جرام مهم جدا، ليش ذكرت لكم؟ لأن لما أنا أول أسبوعين أول 3 أسابيع لما أنزل وزني 40 10 15 20 كيلو بالتالي ودي أدخل بعض النشويات ممكن أدخل 5 جرام من أي شيء. هذا بالنسبة إذا 5 جرام أنا هم قاعد ينزل وزني ممكن أخذ لي بعد 5 جرامات أخرى، إذا هم نزل وزني أسبوع الآخر نأخذ 5 جرامات أخرى وهلم جرة لما نوصل للوزن الثابت. هذا بالنسبة لكمية الجرامات اللي أنا أخذه. المرحلة الأولى شنو قائمة المسموحات؟ أنا أعيدها مرة ثانية على أساس نكون ملمين بالموضوع. طبعا كل المأكولات البحرية مهم جدا، نقدر والله أكل للأسماك، أكل للربيان، أكل للتونة بالزيت مثلا على سبيل المثال، ممكن أخذ للسلمون، سلمون مهم جدا لأن فيه دهون أوميجا فبالتالي يساعد على الدماغ، يساعد على الجسم، محافظ ودهون جيدة جدا. كل أنواع السمك الأسماك الدهنية مهمة جدا. اللحوم بجميعها بأنواعها ممكن ناكل جموع البقري، اللحوم البقرية مثلا، الأغنام، الماعز مثلا، نقانق مرتدلة، لكن أنا ما أنصح واحد يأخذ نقانق مرتدلة لأن كمية من السكريات فيها، فبالتالي نحاول أن نبتعد عنها بقدر الإمكان. أما إذا واحد يعني لا رغبة ممكن يأخذ له صباحا، أفضل ما يأخذ له بالليل، بالليل شوية متعب على عملية الهضم وهذا راح يساعد شوية على عدم نزول الوزن. الصوصج أيضا نفس الشيء، مشكلته أنه في دهون أحيانا، في سكريات أحيانا، وبالتالي نحاول نخفض الكمية اللي نبي. الفقع والمشروم أيضا مهم جدا نقدر نأكل. الطيور بأنواعها ما عندي أي مشكلة بالطيور، الدجاج، الحمام، الباط، الفري، كل هاللحوم والطيور ممكن واحد يأخذها. البيض بأشكالها سواء تبي أومليت تسوي، تبي تسوي مسلوق، تسوي مقلي، كل هالأمور مهمة. وأيضا ممكن واحد يتناول الأجبان كلها مثل ما قلت لكم في المرحلة الأولى اللي مو 5 جرام، هذا ها المرحلة الأولى اللي احنا نبدأ عشان أنا وزني ينزل أطبق مثل ما قلت لكم الأجبان بأنواع المختلفة. فبالتالي الخضروات شنو ناكل؟ الخضروات مثلا خضروات، أهم شيء الخضروات ذات الأوراق الخضرة، مثلا إيش مثل الخس، البقل، الجرجير مثلا، سبانخ، بقدونس، الكزبرة. أوكي. السلطات مثلا ممكن نسوي بقدونس مع الخس مع الخل، زيت الزيتون 3-4 كفاش مثلا، أضيف للسلطة ربع ليمون إلى نص ليمونة مثلا، بصل، ثوم، الكرات، كل هالأمور، الجرجير مثلا، ممكن هذه الخضروات اللي أقدر أستعملها في المرحلة الأولى، وذلك كله مسموح لأي شخص يطبق البرنامج أنه يقدر يتناولهم، يتناول هالأمور والوزن أيضا ينزل. فإذا أهم شيء الممنوعات اللي مفروض بداية ابتعد عنها نهائيا إذا أنا ما بنزل وزني، النشويات كلها مثلا شو السكريات، ماكو أبدا، السكر ما يدش الجسم، السكر دخول الجسم يمنع نزول الوزن، ما في روح تعال. السكر مثل إيش؟ الخبز عبارة عن سكر ترى يا جماعة، العيش عبارة عن سكر، كلهم يتحولون لسكر داخل الجسم. فبالتالي إذا أنا أقدر أمنع نفسي عن السكريات، عن الحلويات بأنواعها، ابتعد عن الحلويات نهائيا، السكر مثل ما حتى الفواكه في بداية الأمر ما أجيسهم أنا أول أسبوعين 3، ما أجيس الفواكه، العصائر أبدا ما أجيس العصائر لأن فيها كمية من السكر يمنعني أنا أن أنزل وزني. البقول أيضا، البقوليات مثلا كلها أيضا في بداية المرحلة أوقفهم. البطاطا بأنواعها أوقف عنها مثلا، المعكرونة مثلا، سباجيتي، النودلز، حتى الحليب في بداية الأمر أنا أوقف عن الحليب واللبن، لازم أوقفهم لأن كم ما بأي جزء من السكر يدش داخل الجسم.
الطحين بأنواعها، جميع أنواع الطحين، المواد المطبوخة من الطحين مثلاً، ها مثلاً الكيك بأنواعه، هذا كلام فاضي أبداً ما تستعمله. الرز أو العيش أو الخبز والمكسرات أيضاً في بداية الأمر أيضاً ما أستعملهم. وبالتالي هذه المسموحات والممنوعات إذا نطبقهم إحنا في المرحلة الأولى، الشخص يشوف نفسه أن الوزن قاعد ينزل وصحته قاعدة تتحسن ويبتعد، والسكر بدأ ينخفض عنده، الكوليسترول يبدأ بالنزول، أمور كثيرة تتحسن في صحة الشخص بدون ما يشعر فيه. فبالتالي إذا أنا أطبق البرنامج فعلا، يعني خل أعطيكم مثال ريوق مثلا أو الإفطار، الشخص اللي بيطبق البرنامج في بداية الأمر شو يأكل؟ ممكن يأخذ بيض مقلي، ما عندي مشكلة معه، أوكي. مثلا يقدر يأخذ نقانق معدومة السكر، ممكن تأخذ أكل نقانق بدون سكر، ممكن يأخذ قهوة مثلا، شاي مثلا، حاول القهوة نأخذ بدون كافيين، بدون الكافيين أو الشاي، هذا لا ممكن ريوقة. الغداء ممكن يأخذ لحم البقري أو الغنم مثلا مع شرايح منه، جبن محمص مثلا، كباب مثلا، يقدر يأخذ كمية قليلة من السلطة مخلوطة مع صودا إلى آخره. احنا قلنا عن الغداء ايش ناكل مثلا، دياي بتاكل لك مثلا، تاخذ لك كباب، كباب تركي، كباب هندي، كباب باكستاني، اللي تبونه كيفكم ما عندي مشكله، ما دام انت موخر العيش والخبز ما عندي مشكله، تكه مثلا ممكن ايضا، اوكي. كل انواع اللحوم والاسماك اللي ببالك ممكن تتناولهم. اني حق العشاء ممكن اخذ لي والله كوكتيل ربيان مثلا، خردل والمايونيز معه أيضا ما في خلاف عليه، لحم دياي مثلا تأكل لك مثلا، سلطة مخلوطة مثلا. أنا دائما أحب العشاء يكون قبل ساعة 7 عشان أعطي مجال حق الجسم لعملية الجسم، مثلا ملعقة صغيرة من الكريمة الكثيفة، هذه ممكن واحد يطبقها، أوكي. هذا أهم شيء بالنسبة لمرحلة الأولى. نيجي الحين أيضا عن بعض المأكولات لوجبات الغذاء، أيضا ممكن واحد يأخذ تشيز برجر بالجبنة مثلا إلى آخره، أوكي. فهذه كل مهمة جدا. ني وجبات الخفيفة اللي واحد لما يحس بالجوع شو يأكل أثناء الوجبات الخفيفة، مثلا كرفس محشي بزبدة الفول، ممكن أخذ لي، ممكن أخذ لي والله شرايح الديك الرومي أكل لي مع رول جبنة كأني حاطة بخبز، هذا أيضا ممكن إذا حسيت بالليوع. مثلا مثلثات جبنة شدر مثلا ممكن أتناولهم، أوكي. أو مكعبات جبنة سويسرية مثلا، رول لحمة مع الماسترد أيضا ممكن، بيض مسلوق مع المايونيز أيضا ممكن أناول، أوكي. شرايح لحم مثلا، كل هالأمور ممكن أكلهم. إني حق المرحلة الثانية اللي عبارة عن أن أنا أزيد وزني تدريجيا بإضافة 5 جرامات اللي قلت لكم. أنا إيه الحين كل المراحل تعرفونهم أنتوا الحين، عرفتوهم حتى الحلقات السابقة، ممكن واحد يروح لهم شنو آكل لي 5 جرامات، يعني أبي كل بين فترة مرحلة ثانية أديز 5 جرامات 5 جرامات، لما الوزن بدأ ينزل، لما أشعر أن وزني نزل والله ودي أزيد 5 جرامات عشان وزني يوقف، تضيد 5 جرام نوصل لـ50 جرام، أوه أنا 50 جرام من النشويات كافي بالنسبة لي إني أحافظ على وزني، وما لا وزني يزيد ولا ينقص. 50 جرام وايد ترى يا جماعة، مو شوية، يعني تأخذ لك سلطة. الحين أقول لكم شنو 50 جرام، المرحلة الرابعة والأخيرة اللي واحد يقدر يحافظ على وزنه، هم يمكن وزنه ينزل. يعني مثلا الغداء ممكن يأخذ دياي مشوي ما في خلاف، كوب من الخضروات يقدر يأخذ ما أكو أي مشكلة، سلطة الخضرة هم أيضا يقدر يأخذ مثلا إلى آخره. العشاء مثلا يكون شوربة بصل فرنسية على سبيل المثال، ها ممكن سلطة مع الطماط بصل وجزر ممكن أيضا ما في أي مشكلة، كوب خضروات مسموحة اللي قلناها تحدثنا فيها، مثلا مشروب مقلي ومحشي إلى آخره، شوربة بصل بالكريمة مثلا أيضا ممكن، سلطة ممكن من البيض المخلوط مثلا مقلي وجبن الحلوم مع سبانخ مطهية أيضا ممكن، أوكي. فإذا كل أنواع، جميع الأنواع، الستيك مثل المشروب، مشروم
مفروم، شرائح لحم مع الضلع مثلا، دياي مشوي أيضا، كل هالأمور ممكن واحد يأخذها. الأسماك المشوية يا جماعة وايد جيدة، الأسماك إذا نقدر ناخذ السمك، ترى الدهون الموجودة في كل هالأشياء الصحية مهمة جدا، وفي دهون فعلا ما تزيد الوزن إلى آخر الكلام. أوكي، فإذا هذه بالنسبة لشسمه مشهيات، مثلا بالليل واحد مشتي ياكل مثلا سلطة الأطعمة البحرية، أخذ سلطة ربيان مثلا مع المايونيز أيضا ممكن، الخردل أو المايونيز إلى آخره، والفجل مثلا إذا في كافيار وكريمة حامضة أيضا ما في أي خلاف عليه، سمك هامور أو أي نوع من الأسماك، سلمون أنا أحب السلمون، سلمون مدخن مثلا ممكن أيضا مفيد جدا. السلطات مثل ما قلت لكم سلطة السيزر بس بدون خبز، بدون قطع خبز اللي حاطين معه، سلطة التونة مع سلطة المشروم، الفطر، لحم، خروف إلى آخره، يعني الأكلات الموجودة في البرنامج من يعني من أروع ما يمكن. فبالتالي هم الشخص يقدر ينزل وزنه، يحافظ على صحته، ينزل الأمراض كلها المتعلقة بالسمنة من أمراض القلب، ترى يرجع القلب إذا واحد عنده مشاكل القلب بسبب الكوليسترول بسبب الدهون 100%، الشخص يرد طبيعته، الشخص يشعر أن 20 سنة أقل من عمره، يعني مو أقول حبا يعني أو هذا، لأن الدراسات العلمية أثبتت جدوى هالبرنامج، أثبتت جدواها في كل أنحاء العالم. الآن يعني الناس كلها متجهة إلى أني أنا والله السكر أس البلاء. الحين أقول لكم اللاعبين كرة قدم مثلا، جماعة مثلا رونالدو أو ميسي، شنو أكلهم عشان تكونون على بينة أن نفس كلهم بدون استثناء يبعدون السكر عن أكلهم، إذا يأخذون نشويات قليلة جدا. وبالتالي إحنا بقدر الإمكان، السكر ترى أس البلاء، جميع الأمراض من السكر صدقوني يا جماعة. السكر يمنع نزول الشحم، يوقف المحافظة على صحة الإنسان، وبالتالي يمنع تكسير الشحم أو حرق الدهون داخل الجسم. فكل ما نقدر يا جماعة، السكر لما نقول السكر، الخبز سكر يا جماعة، العيش سكر يا جماعة، الحلويات سكر، كل هالأشياء السيئة ابتعدوا عنها. هذا ما يمنع أن مستقبلا صرت زين أوكي ممكن تأخذ لك، ما أقول لك طول عمرك، لكن في البداية عشان تحافظ على صحتك، تحافظ على لياقة جسمك، تحافظ على الكوليسترول داخل الجسم، الدهون داخل الجسم، الأمور الأخرى، علينا بقدر الإمكان الابتعاد من النشويات أو السكريات. الآن بعد ما شرحت المواضيع كلها وحاولت ألخص الموضوع لأنك تكلمت في المواضيع سابقا بالتفصيل، فممكن حتى لو ما فهمتوا بعض الأشياء ممكن ترجعون حق الحلقات السابقة على يوتيوب. معلوماتك مثلا M3LOMATIK، M3M بعدين رقم 3 بالإنجليزي LOMATIK، معلوماتك، هذا ممكن تشوفون كل البرامج اللي تحدثت فيه تشوفونهم على حلقات معينة، وفي بعضهم 12 حلقة 14 حلقة أنا متكلم، بعض الزملاء متكلمين، فتشوفونه بالتفصيل، وبالتالي هذا راح يساعدكم. الآن خلني حق الرياضيين مثلا، واحد يبذل مجهود، شنو الأكلات الجيدة بالنسبة له مثل رونالدو أو ميسي أو شو يأكلون مثلا، شلون محافظين على شيء؟ أجين أيضا ذيل ينصحون بعدم تناول السكر إذا بتحافظ، مثلا تناول الأسماك الدهنية مهم جدا، تناول الأسماك الدهنية مثل سلمون وايد جيد، ترى وافي في أوميجا اتش 3 فبالتالي ممكن تستفيدوا منه. السبانخ من أهم ما يمكن واحد يستفيد منه، تناول السبانخ.
الحليب أيضا ممكن، لأن أنت الحين قاعد تبذل مجهود، بالتالي ما في خلاف، أنت ما قاعد تنزل وزنك بمثل المرحلة الأولى، لأن أنت كرياضي قاعد تبذل مجهود، قاعد تحرق طاقات حرارية، فبالتالي تحتاج الأمور اللي قلت لكم مثل الأسماك الدهنية على هيئة سلمون، على أي نوع من الأسماك الزينة، هامور مثلا، زبيدي، كل هالأسماك جيدة، فبالتالي ما في أي خلاف. السبانخ مثلا مثل ما قلت لكم ممكن تناول السبانخ لأن في أشياء مهمة جدا أيضا. الحليب أيضا ممكن واحد يتناولها، مثلا البيض ممكن تناوله، هذا من أروع ما يمكن، البيض إذا سواء على هيئة قلي أو مسلوق ممكن تتناولونه. البلو بيريز اللي هو التوت البري أو أنواع التوت، كل أنواع التوت تدش الجمعية تشوف أنواع التوت، ستروبري من أيضا أنواع التوت، وبالتالي ممكن تتناولون الفواكه الجيدة أيضا. أفوكادو، ترى من يا جماعة الدهون الموجودة في أفوكادو من أروع ما يمكن، وبالتالي ممكن تتناولون أفوكادو أيضا. بيتروت، فجل، ها ممكن أيضا تستفيدون منه. فإذا هذيل كل هالأمور الجيدة ممكن واحد يتناولهم. إذا مثلا واحد رياضي يبي يتناول ريوغا شن يكون؟ يمكن يكون يوغرت اليوناني، يوغرت الكويتي، يوغرت اللي عندنا، ممكن على الأقل قفشتين ياخذ مثلا، ممكن بروتينات ياخذ أنواع البروتينات على أي هيئة، يعني ما في مشكلة من هذا. بلو بيريز يعني تاخذ كف ملعقة أو 4-5 ملاعق من بلو بيريز، التوت البري أو أي نوع من التوت أيضا، أوكي، وتاخذ لك بيضتين قلي مثلا، بويلد إيكس، فبالتالي هذا ريوق اللاعب مثلا اللي يبذل مجهوده. الغداء شياكل يقدر ياكل تشيكن بريست، يعني صدر الدجاج مثلا، اوكي، افوكادو يقدر ياكل مثلا، الفجل ممكن ياكل الفجل، ممتاز، سبانخ ايضا، ها، فكوكونات مثلا، ماي الكوكونات اللي هو جوز الهند مثلا ممكن يتناول كوكونات. عقب الرياضة بوست ترينينج أيضا ممكن الواحد مثلا ياخذ لحليب مثلا مع بروتين مثلا، أو غلاس من كوكونات، جوز الهند، ماي جوز الهند ممكن يتناول أيضا. العشاء الشخص اللي يلعب رياضة أيضا ممكن يتناول سلمون، بروكلي مثلا، ممكن بطاط ياكل، ما في أي خلاف. فهذه بالنسبة للشخص اللي يحب مثلا يلتزم بالبرامج الرياضية ويقدم شو اسمه، يعني على سبيل المثال ممكن الشخص اللي يلعب رياضة يدخل 80-100 جرام من النشويات على أساس وزنه لا يصعد، إذا صعد وزنه ننزل 5 تدريجيا لما يشوف نفسه أن الوزن بدأ ينزل. ليش أنا قلت هالكلام؟ بغض النظر عن الرياضي أو الشخص العادي أو الشخص المعتدل اللي يلعب بالرياضة، بقول لكم شنو الأشياء اللي تسبب، ليش كلنا نهتم في هالبرنامج الغذائي؟ لأن لو عرفنا سبب أو المشاكل اللي تسبب البدانة تسببها، بالتالي فعلا راح نهتم في الموضوع. فأنا من نصيحة يا أخوان يا أخواتي أن نلتزم بالبرنامج، برنامج من في غاية السهولة، يمكن الأخ شخص أول أسبوع يحس في عدم الراحة، أول 3 أيام بالأحرى أو 4 أيام يمكن يحس صداع، لأن عندنا إدمان كان عندنا على أكل معين، فلما نغير الإدمان أبدأ بطريقة، فراح تشوف نفسك عقب أسبوع 10 أيام أنت شخص ثاني نهائيا، أسبوعين 3 أنت ودك تقول الله، تحب أنك تمشي، تحب أنك تتحرك. يا حبذا أن البرنامج الغذائي أنك تلتزم في رياضة المشي، ما أقول لكم والله شو اسمه تروحون ركض وهذا، على كيفكم، ما في، وكل ما تمشي حاول تشد البطن لداخل جسمك، أيضا تحرك العضلات. فلما أقول هالكلام من صحة، لأن أنت أبيكم هم توصون الناس أن شنو البرنامج، يعني أنا الحين حاولت من خلال 20-25 سنة أتكلم وأقول وأقول وأقول، لأن هذه رسالة وأمانة لكل شخص أنه يتبع البرنامج أو يساعد الآخرين. ترى مجتمعنا بدانا منتشرة بشكل غريب جدا، يعني الأطفال عندهم مشاكل بدانة، الشباب عندهم مشاكل بدانة، الأخوات النساء عندهم مشكلة البدانة، وبالتالي أنا لو أقول لكم شنو البدانة راح ألخص لكم مرة ثانية أقول لكم شنو مشكلة البدانة. مشكلة
البدانة أن توقف التنفس أثناء النوم يا جماعة. البدانة مشكلة كبيرة. قصور في القلب، قصور في القلب 100%. ما في روح تعال يا جماعة لما أنا أكسر متين وأسبب مشاكل حق نفسي. أوكي. العقم، ترى العقم لعلاقة، لعلاقة بالسمنة بالبدانة يا جماعة. الشباب يا جماعة حاولوا بقدر الإمكان تخففون البدانة. الاكتئاب النفسي، عدم الراحة، كل هالأمور لها علاقة بالبدانة. ارتفاع في كوليسترول الدم يا جماعة، أنا ذكرت وأقول 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 وألف الكور 7 مرات في غمضة عين وأقول لكم ترى البدانة مشكلتها مشكلة تسبب ارتفاع في كوليسترول الدم. حصيات المرارة لها شغل بالبدانة، يعني جول بلادر ستون كلها لها علاقة، الحصوات المرارية لها علاقة، الارتجاع المعوي حموضة بالليل لها علاقة بالبدانة. فكل هالأمور اللي قاعد أقولكم، السكري ترى يا جماعة، السكري تايب 2 من النمط الثاني لها علاقة بالبدانة. أوخف، أوخر عن البدانة، أخفف من البدانة، أشوف نفسي أنا السكر يبدأ يتعدل، كل الأمور تتعدل. ارتفاع في ضغط الدم لها علاقة بالبدانة يا جماعة. فكل هالأمور اللي قاعد أقول لكم ترى الإنسولين ريزيستنت، مقاومة الإنسولين لها علاقة، لها علاقة. فبالتالي كل مشكلة اللي إحنا نعاني منها سواء من أمراض القلب، سواء من أمراض نفسية، سواء من أمراض جنسية، سواء من أمراض أخرى، لها علاقة بالسمنة. أنا أوخر السمنة، أبدأ البرنامج، أوخر جميع النشويات السيئة مثل ما قلت لكم، العيش والخبز والمعجنات والفطاير، كل هالأمور، الحلويات، السكريات، العسل، حتى الحليب في بداية الأمر أوقف. أنا من أوصل إلى درجة نزل وزني، صحتي تعدلت، أدخل لي نص كوب حليب، شو المشكلة؟ أدخل لي يوغرت، ما عندي مشكلة، اللبن الزبادي أو اللبن. طبعا استودعكم الله، وإن شاء الله في إذا في أي استفسار أي شيء ممكن تبعثون على معلوماتك. مثل ما قلت لكم، حرف الام 3، حرف ال، حرف الاو، حرف الام، حرف الاي، حرف التي، حرف الاي، وكي حرف الكي. اندزوا أي استفسار، وجميع الحلقات موجودة في معلوماتك. وشكرا لكم. اشتركوا بالقناة وشاركوا مع من تحبون.